نلعب موضوع وأنا من خلاله أعرف شو الأغنية. أغنية لأم كلثوم وتحكي فيها أنا انغرمت فجأة من غير مواعيد وخلوة صار كل أفراح بنفس الوقت صار عندها جرح وصارت تشعر أن اليوم كأنه سمع. هو صحيح؟ بس أم كلثوم عندها مليون أغنية بالموضوع. أغنية كتير معروفة لمياد الحناوي بتحكي فيها عن أيام قديمة هي وحبيبها كان يا مكان. الأغنية غرام وعشق بالنسبة لي أنا. الحب مالي بدنا ومنسينا الحنان ومدفينا الحنان. أغنية لعبد الحليم حافظ غناها في 1957 في الوسادة الخليلية بتحكي إنه ما انغرم من قبل. أول مرة تحب أوكي إجا لعندها بعد فترة واعترف لأنه مغروم بامرأة ثانية وكانت مفكرة إنه بحبها إلها بس واحدة ثانية شغلت بيها. إجا لعندها بعد فترة واعترف لأنه مغروم بامرأة ثانية. من هذا؟ ياسين أخويا. لازم أغش. إجا لعندها هذه بتاع رغب علامة؟ لا أخي بغششني بس بالغلط بكمامة ومش عارف إيش. ألقاني بعد يومين. أوه ساري سميرة ما إن بعشق الأغنية أصلا. أغنية الأم كلثوم بتعترف فيها إنها ما بتنام ما يوم سهرني ما خطرتش على بالك يوم. أوكي فيها أنها ما بتنام أبداً بتسهر بسبب بعد الحبيب والدموع دايماً بعيون. أنت عمري لا بعيد عنك إيه دس أسمع إيه مسهرني سؤال. أغنية لفيروز من ألبوم بكتب اسمك يا حبيبي بتحكي فيها مع العصفورة. مش طير الوروار ده أنا لحبيبي وحبيبي إلي. أغنية الأم كلثوم 69 ألحان بليع كانت أول مرة بتقابله بحياتها ونسيت الدنيا لما شفت. بعرف الأغنية أصلاً اللي كان قابلهم هو محمد فوزي وفي كوريدور ما وعطاه الأغنية بس إيه نسيت الدنيا لما شفته نسيت الدنيا لما شفته. ألف ليلة وليلة ما من أجمل ما غنت نجاة صغيرة والأغنية إنه القلب عيون القلب صح؟ أيوة عيون القلب ما بيعرف شو السر اللي خلاه ينغرم فيها وشو اللي خلاه يقع. طلب منها إنه ما تعزم سر حب. لو تشوف طريقة الغش هي اللي يا إلهي. طبعا انت لففتني العالم كله الا اغنية مغربية ليه لا كنت بقول لك ايش السر اللي فيك. تمام كسبت